ليه؟ ما لقيتش الحد المناسب لحد دلوقتي. جالك يعني ناس؟ طبعا اتخطبت كذا مره كمان. ده مره كام مره؟ ثلاث مرات مره قيت فتحه. انا اتخطبت ثلاث مرات برضه. قريت فتحه ثلاث مرات. بس انا اتجوزت بعد. انت ليه بقى بتفسخي ليه؟ لا هو بيحصل ظروف او في النص بلاقي عدم، يعني انا اصلا حد بيكتب وحد دماغه نوعا ما متفتح شويه، يعني هو بيحب يتعامل مع حد يعني فاهم يعني ايه شغل المرأة، فاهم يعني ايه واحده بتاخد قرارها من بيغير يعني وما تنزليش وما تطلعيش وتاخرتي والحاجات دي خنقه يعني. مش حكايه خنقه، بس في رجاله فعلا، انا جوازي واخواتي الاثنين ناس ما شاء الله كويسين جدا. انت عندك اخواتي اتجوزت اكبر منك؟ ما وحشه بتبقى في العيله دي صح؟ وحشه جدا لان كلهم اتجوزوا الا انا لحد دلوقتي.